يعني عن جد نحن بنرفع راسنا بكل اللبنانيين خارج البلد يلي عندهم انجازات، بس مش غلط انه الانجازات تبقى داخل البلد، والشباب اللبناني نحن نقدر بهالبلد نستفيد منهم ان كان بيئيا ان كان بالتكنولوجيا، لانه الادمغه المهمه هي بالفعل لبنان اللي بيصدرها، بقى ما بقى بدنا نصدرها بقى نخليه يعمل. والمثل الحي اللي معنا اليوم كريستوفر دكاش. كريستوفر رح نحكي نحن وياه عن بالفعل مشروع وإنجاز عظيم نوضع ونحن بحاجة له، غير أنه نعمل هالإنجاز بلبنان ومن شخص لبناني قدر يفيد البيئة بلبنان بطريقة مباشرة جدا من كذا ناحية. كريستوفر لنعرف أكثر عن البوت يلي أنت عملته، أنا برحب فيك وبحييك ويعطيك ألف عافية. مرسي مرسي. أول شيء بدي أتشكرك. نحن هذا البوت نعمل للبنان، هذا البوت نعمل كرمال لينظف هالأراضي اللي عم تنجوى. هذا هدف أساسي. نعم. وأكيد شكر كبير للمونسنيور الراحل توفيق بوهدير. نعم. اللي حط معنا حط ثقته فينا، حط ثقته بالشباب. نعم. وكان هدفه الأساسي أنه يكون هالشباب طموحاتها تبقى بلبنان ويأسس هالباور هالزخم. نعم. كريستوفر خلينا نحكي للناس شو هو هالبوت وكيف بلشت الفكرة بالأول. مجموعة شباب بتحبوا منطقتكم اللي هي خاصة النهر يلي بينزل من منطقة يحشوش ونزول. صح. يعني هالنهر الكل بخيم عليه، الكل بيستفيد منه على أساس مي تنظيفي، واكتشفتوا التلوث الموجود فيه، وكيف بلشت الفكرة؟ بلشت فكرة صراحة نحن سكنين حد النهر. نعم. وايام زمان كنا ننزل نسبح بهيدا النهر. نعم. لا اجى وقت انه بطل فينا من وراء التلوث اللي عم بيصير. نعم. فالشي اللي صار هو انه طلع هالحلم براسنا، وكان في دعم اساسي من قبل كل اللي حوالينا وخصوصا المونسنيور، فقررنا أن نكون عم ننفذ هذا الحلم على الأرض. نعم. وهذا اللي صار، وهذا اللي صار. أوكي. يعني نعمل البوت، والبوت حتى تصنع. هلا عم نشوف شو عم نشوف قدامنا، هو هيك هذا البوت. هيدا الطاقة الشمسية. طاقة شمسية، يعني هو بيشتغل على الطاقة الشمسية، يعني ما بده كهرباء ولا فيول. ولا مازوت ولا فيول. أكيد. ولا. أكيد. نعم. بهالطريقة بيجمع كل شيء. بيجمعهم بيطلعوا بقلب هيدا الكونفايور، بيتجمعوا بقلب هيدا البن. نعم. وفي سنسر هو بيبعت نوتيفيكيشن للأوبريتر تيجي يكون عم بفضي. طب هو كفي بس القصص الفيشي ياخدها، ولا كمان بياخد من كعب النهر؟ لا، بينزل تحت المي تقريبا 50 سنتي، بيكون. نعم. عم بيشيل من تحت المي ب 50 سنتي. 50 سنتي. صح. بهالطريقة بيجمعهم بياخدهم. وإذا بتنتبه إنه منه معمول بس من حديد. نعم. معمول من بلاستيك مثلا، مثل هيدا البن، هو هيدا المستوعب هو خزان بتنقص ونعمل، يعني. أوكي. كل الاكويبمنت المعموله فيه معموله من ماتيير اعاده استعمالها. يعني قبل ما تنكب او قبل ما يرجع ينعمل ريسايكلينج عملنا. نعم. له اب سايكلينج. حتى في من 6 ل 8 الواح من البلاستيك معموله من كيس زباله مضغوط، يعني اللي بصير كمان القصص. يعني الفكره اجت لك ولا اجت للشباب كلهم، ومين نفذها بالتحديد؟ انت مهندس كمبيوتر. انا مهندس كمبيوتر. صح. نعم. هلا الفكره اول شيء طلعت براسي لسبب انه انا عندي مشكله مع النفايات. نعم. وما بقدر اكون عم بعمل المخيم تبعي بمطرح فيه هالويست. نعم. فقررنا انه انا ومجموعه شباب انه نكون عم نطلع بفكره. نعم. وتكون عم ننظف هذا النهر. ربو. ودراسه ورا دراسه بالاخر وصلنا لهيدا البوت. قد ايه اخذ وقت تنفيذه؟ وين تنفذ؟ يعني تقريبا اخذ بحدود 9 أشهر لسنه شغل. نعم. مع الدراسة مع كل شيء تنفذ كمان بمنطقة جبال. نعم. ونحط بالنهر من أي متى بلش؟ من أكتوبر الماضي، يعني من 1/10.
على قد كمان. نعم نحط وجمع هالكمية. طب هالكمية الزبالة اللي بتطلع وين بتروحوا فيها؟ بيروح للريسايكلينج؟ بيروح مزبوط. بتروح يعني نعم. نحن عندنا فاسيليتي ريسايكلينج. نعم. معمل نعمل فيه ريسايكلينج. فبهالطريقة كل شيء بيطلع منه بيكون عم بيروح على الفاسيليتي. بيشتغل على الطاقة الشمسية، مش بحاجة يكون في حدا عم بيشغله أو يديره بقلب النهر. بيشتغل بطريقة ما إنه بحاجة لولا حدا يكون عم بديره. نعم. هو سنسراته بدلوه إنه هلأ لازم ندور نطلع الويست، نطلع النفايات من المي. نعم. وبيرجع كمان سنسراته هن بدلوه إنه لازم يبعت مسج للأوبريتر تيجي يفضي. نعم. طيب اذا بده الواحد ينظف نهر فور اكزامبل، خلينا ناخذ شو قد لازم يضل هيدي الماشينة او هالبوت بالنهر حتى نقدر نحصل على مي نظيفه خاليه من النفايات على القليله؟ مش هلا حسب نحن كل نهر بنعمله دراسه، حسب مين عم بكب هذا النهر، حسب كيف البروسيس اللي عم بتصير، بس انه تقريبا نحن طالما في كب طالما لازم يكون موجود. نعم. يعني هيدي ما فينا نهرب منها. فنحن بيرجع شغلنا على الأرض، يعني بيرجع بالتوعية للعالم إنه هيدي قد ما نحط بوتات من هيدا النوع. نعم. وقد ما نحط ماشين بتساعدنا نحن بالنهاية إذا كنا واعيين إنه ما نكب هال بدنا ناخد القرار نحن ما بقى نكب، يعني هيدي صح. بتصير نظافة شخصية. سمعك حق كريستوفر. كريستوفر في بس ماشين وحدة، بوت وحدة هلأ؟ لهلأ لليوم إيه، بس عم نشتغل على هالسنة يكون عم نعمل تقريبا أكثر من 4-5 بوت. في ما في توجهات معينة لأنهر معينة عندها التلوث وفيها تستفيد من هالبوت؟ في عنا كذا نهر. نعم. أكيد منهم الليطاني. نعم. بدنا نكون عم نعمل لهم دراسة لهم كلهم. أوكي. بس أكيد أكيد هالسنة رح يكون في عنا كذا بوت عم ينزل بالمي. نعم. قلت لي كريستوفر إنه بينزل 50 سنتي، بياخد من 50 سنتي. طيب في عندك أنهر فيها عمق أكبر يعني، وفي زبالة بقعر النهر، هل ممكن ينعمل شيء جديد إنه يوصل لعمق أكبر؟ هيدا هول البوت اللي عم ينشغل عليهم هلا الدراسة الحالية. نعم. عم تهدف إنه تشيل حتى اللي دقين بالأرض. نعم. بكعب النهر. يعني مش بس اللي فايشين أو اللي تحت المي بخمسين سنتي. نعم. لا، اللي دقين بكعب المي. هلا موجود بالنهر؟ البوت هلا. أيه. هلا شلناه لسبب الشتاء. نعم. هلا بس يعني بيرجع شهر الجاي بكون عم ينحط. شهر الجاي ليه؟ شو بتاثر بالشتاء؟ ضغط المي بالنهر بتكون تعلى، بيعلى مستوى المي كتير. نعم. فبنضطر نكون عم نشيله عشان ما يتكسر. برافو برافو. يعني كمان انا بدي ارجع وجه تحيه رحمه لروح المونسينيور يلي كمان كان عنده ثقه بالشبيب اللي هو انتم اشتغلتوا من خلال جروب في رساله معينه. صح. نعم. نحن اشتغلنا بمونسينيور توفيق الله يرحمه. هو اكيد بقلوبنا وهو معنا بكل فشخه بنكون عم نعملها. نعم. وسبقنا عليها بالاحرى. الفكره انه مش بس ايمن بالشباب. نعم. ركض قبل الشباب كرمال اهداف الشباب. نعم. وايمن انه كل شاب لبناني عنده فكره بده ينفذها بارضه، بده يرفع اسم لبنان فيها. بالفعل. فأسس جمعية شباب الرجاء اللي مشاريع كتيرة مش بس يعني من توعية من هلأ مؤخرا كان عنا مشروع زراعي. هاي الجمعية جمعت كل هالشباب لهدف اللي هو رجاء. نعم. تنتمسك بأرضنا كرمال نآمن بالرسالة اللي معنا إياها ونهجم على لقدام وندفش لقدام بكل مشاريعنا. فشكر كتير كبير لأنه لو منه بالنسبة لي أنا ما كان صار هيدا الشيء. يعني بدي أقول لك كمان لو ما منك ومن جهودك وجهود الشباب ما حصلنا على هيدا الشيء اللي هو بلس كتير كبير ونحن بحاجة لقله. أنتوا بلشتوا تفكروا ونفذتوا واشتغلتوا على الأرض، بتمنى كتار يسمعوكم يبلشوا يفكروا وينفذوا مش بس بالإنجازات مثل الإنجاز اللي حضرتك هلأ عملته، إنما كمان بالقرارات اللي جاي، لأنه بيكفينا يتحكموا فينا. بدنا هيك، بدنا الشباب ينطلقوا ويشتغلوا. وكنت عم بقولكم الأسبوع الماضي إنه مش غلط نعطي رأس مال لكل حدا عنده عقل قادر يفكر بقلب البلد من هالشباب ويكون عنده إنجاز. يعني مش غلط يكون في عنا مش بوت واحد، 1000 بوت بهالبلد ينطفوا البحر والنهر وينطفوا كل السوائق وكل ماء. يعني بلد، احنا بلد الماء وبلد الخضار. كريستوفر
انا انبسطت فيك وبراود اوف يو. اكيد نحن بنفتخر بشباب مثلك بلبنان. تحيه لك وتحيه لاهلك يلي كمان انشأوا شاب مثلك قادر يفكر بطريقه سليمه ومتطوره. يعطيكم العافيه. ميرسي لك. ميرسي. نحن لو من الاعلام ما كنا ممكن في حدا رح يضوي علينا، وهذا شيء كمان نشكر تلفزيون جديده. هذا الشيء نتشرف.